السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة أولى متوسط. اليوم عندنا تعبير آخر يعني درنا بزاف لي برودكسيون إكريت على الفصل الثالث. هذه واحدة منهم، راح تكون على لو ريشوفمون كليماتيك يعني الاحتباس الحراري. نبداو على بركة الله نقراوها ونشرحوها. لو ريشوفمون كليماتيك، لو ريشوفمون كليماتيك اوترومون دي لو ريشوفمون بلانيتير يعني الاحتباس الحراري. اوترومون دي بمعنى اخر، هذه نستعملوها باش نعبروا على لا ريفورميناسيون. في اغلب الاحيان في التعبير الكتابي تاع الفصل الثالث يقول لكم ديروا لي ريفورميناسيون يعني اعاده صياغه لانكم قريتوها. نقدروا نقولوا اوترومون دي ولا سيتادير، المقصود بها بمعنى اخر. لو ريشوفمون بلانيتير يعني الاحتباس الحراره تاع الكوكب كامل. اي اوغمونطاسيون دورابل، إتان أوغمونطاسيون دو غول يعني هو ارتفاع دو لا تمبيراتور دو لا سيرفاس دو لا تيغ، يعني هو ارتفاع طويل المدى تاع واش عفوا دورابل دو لا تمبيراتور تاع واش تاع الحرارة دو لا سيرفاس دو لا تيغ تاع مساحة الأرض. سو فينومين يعني هذه الظاهرة كوزي باغ يعني هذه الظاهرة تسبب ما على علاش تتسبب هذه الظاهره باغ لا بوليسيون دو لاغ. السبب الرئيسي تاع هذه الظاهره هو تلوث الهواء اي لوغمونطاسيون دي غاز وارتفاع الغازات افي دو سيغ دي كونسيكونس كوم لا فون دي غاز يعني ارتفاع الغازات الدفينه الذي له نتائج كثيره كوم لا فون دي غاز يعني دوكا ذكرنا الاسباب تاع الاحتباس الحراري لو ريشوفمون كليماتيك. واش هي الاسباب؟ لا بوليسيون دو لاغ اي لوغمونطاسيون دي غاز افي دو سيغ دي كونسيكونس يعني لوغمونطاسيون دي غاز يعني واشنو يعني التلوث تاع الهواء وارتفاع الغازات الدافنه. هذه الاسباب. دوك نروحو للنتائج، النتائج تاعو هي بوكو دو كونسيكونس كوم لا فونت دي غلاس. من نتائج تاع الاحتباس الحراري هو ذوبان الجليد، لوغمونطاسيون دو نيفو دو زوسيون يعني ارتفاع منسوب المياه في المحيطات، دي بروبلام دو سانتي يعني مشاكل صحية مشاكل تاع الصحة، لو شانجمون كليماتيك والتغير المناخي بصفة عامة. يعني الاسباب تاع الريشوفمون كليماتيك الاحتباس الحراري هي تلوث الهواء وارتفاع الغازات الدافنه. اما بالنسبه للنتائج فهي ذوبان الجليد اللي هي لا فونت دي غلاس، لوغمونطاسيون دو نيفو دو زوسيون يعني ارتفاع منسوب المياه، مشاكل صحيه دي بروبليم دو سانتي، لو شانجمون كليماتيك يعني وتغير مناخي يعني يتغير المناخ بسبب الاحتباس الحراري. واش يصرى للمناخ؟ واش يصرى فيه؟ يصرى الكوارث الطبيعيه مثل لا سيشيغاس، مثل الجفاف، العواصف الى اخره. Il faut diminuer les effets du changement climatique par utiliser des énergies renouvelables. لازم علينا نقصوا ولا نخفضوا هذيك خاتمه يعني المفروض هنا نخلو اسباس يعني كخاتمه، وهنا هذه هنا راهي العرض ثاني نخلو اسباس ونكتبوا هذا الحرف الاول ماجيسكيل. لازم علينا ننتبهوا لهذه الامور باش ندوا العلامه الكامله في الباراغراف. عندنا هنا نكتبوا العنوان ومن بعد نخلو اسباس ونبداو ماجيسكيل في المقدمه، نزيدوا في العرض نفس الشيء وفي الخاتمه هكذا باش تبان الفقره تاعنا منظمه. Il faut diminuer les effets du changement climatique par utiliser des énergies renouvelables. كيفاش ندير نقصوا من هذه التغيرات المناخيه بصفه عامه اللي منها الاحتباس الحراري ونخفضوا منها بار اوتيليزي باستعمال لي انرجي رونوفلابل اللي ثاني عندنا فيديو ليها راهو في القناه تاعي. هذه هي نعاود نقراو النص تاعنا مع بعض. لو ريشوفمون كليماتيك، لو ريشوفمون كليماتيك اوترومون دي لو ريشوفمون بلانيتير ايت اون اوغمونطاسيون دورابل دو لا تمبيراتور دو لا سيرفاس دو لا تيغ. سو فينومين causé par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz à effet de serre a des conséquences
comme la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des océans, des problèmes de santé, le changement climatique, sécheresse, tempête. Il faut diminuer les effets du changement climatique par utiliser des énergies renouvelables. يعني هذا هو كان الموضوع تاعنا النهار اليوم، لخصت لكم بقدر الامكان، يعني ما فيش حاجه زياده ولا هذا هما. نتمنى انكم تقدروا تحفظوه، واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه تاعي، لانه راح تشوفوا مزيد من الفيديوهات الخاصه بالفصل الثالث بحول الله. ودمتم في رعايه الله، ومع السلامه.